ديانا الشابة الفرفوشة، دايما يا جماعة البنوتة الفرفوشة الجميلة اللي طول الوقت مبهجة ومبسوطة ومعجونة فن كده. انت بتحبي الفن والمسرح من سنين طويلة مش كده؟ ده حقيقي. احكي لي بقى عملتي ايه او اتكرمتي عن ايه؟ احكي للناس. انا كنت شغالة في مجال التنمية مع الاشخاص ذوي الاعاقة حوالي 3 سنين ونص مع مؤسسات مختلفة، كانت مهتمة بمجال التعليم ومجال الشغل اكتر في بداية قانون 5% وان هم ليهم الحق ان هم يشتغلوا. في نفس الوقت مع الشغل ده انا كان من وانا صغيره، من وانا في ابتدائي وهما بيسيبوني على المسرح ويمشوا فكنت من وانا صغيره وانا بمثل حتى مسرحيات في المدرسه وامثلها مع نفسي واقف على المسرح واشتركت اخر حاجه في ابدا حلمك وحاجات كتير ليها علاقه بالمسرح. ففي يوم وانا بحضر التدريبات مع الاشخاص ذوي الاعاقه، بنت من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه حكت انها قبل التمييز وهي بتحاول تدخل مسرح الجامعه، وانا كنت في نفس الوقت ده برضو بمثل ويعني فاستفزني بصراحه، استفزتني القصه وقلت طب ليه، يعني جه في دماغي سؤال، هو ليه الورش حتى اللي انا باخدها او ليه المسرح مش بيبقى مهيئ، مش بس الاستقبالهم ان هم يتفرجوا على مسرحيه، لا ان المسرح يبقى مهيئ ان هم يطلعوا يعبروا يعني، وانه يطلعوا من غير ما حد يساعدهم، هم ليهم الحق في ده، وكمان احنا محتاجين المخزون بتاعهم لان ده كمان هيأثر على الدراما وان هي تشوف الشخصيات، ما هو الواقع هيتنقل ازاي وهم مش موجود، هم مش موجودين معانا. بالتالي كمان اللي فكرت فيه انه انا مش عايزه اعمل حاجه اعزلهم عن المجتمع او عن ان انا اعمل مثلا مسرحيه خاصه بيهم، مسرحيه بس لذوي الاعاقه، لكن ما انا ما حلتش المشكله بالظبط. ففكرت انه ليه الورشه او العرض انه ما يبقاش دامج، يبقى انكلوجن في كل الناس. فمن هنا جت فكره اول ورشه. يعني ده الصور الحلوه بتاعه العرض بتاعك. اسم المؤسسه او المبادره بتاعتك عجبني قوي، شجره توت، بس انا مش عارفه ليه، فهميني. هو كان اكتر حاجه مضايقانا في الموضوع ان هم بيهتموا بيهم بس في مناسبه معينه، يعني ممكن نشوف عرض في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، وده طبعا مجهود حلو جدا طبعا يقدر، بس اللي هو ليه مش على طول، ليه مش طول السنه، ليه الورش مش مستمره، ليه ما اشوفش عروض كتير دامجه ليهم. فزي ما كان نفسنا نشوفهم طول السنه، زي كده شبهناهم بالتوت بما انه بيطلع في فصل الربيع وهو ليه الوان مختلفه ومبهج واحنا بنحبه جدا ولذيذ، فسميناها شجر التوت عشان احنا نفسنا نشوف التوت طول السنه زي ما نفسنا نشوفهم طول السنه، وزي ما هو حاجه نادره وحلوه بالظبط بنحبها. انا فرحانه باللي انت عملتيه قوي قوي يعني.